حديث الأربعاء، حديث يشبه كل الأحاديث، حديث واضح ومفهوم، حديث لا يحتمل أقاويل، حديث لا يتخلله ما بين السطور، حديث يشخص الأحداث التي تدور من حولك، حديث ينطلق منك ويعود إليك لكن برؤى مختلفة وبرواية أخرى. سنتحدث عن المجتمع، عن السياسة والاقتصاد والفن لتتضح لك شيئا فشيئا الصورة الكاملة. حديث الأربعاء مع مريم ورضي كل يوم أربعاء من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساء على إذاعتكم ميدينا FM. والبداية ديال حديثنا اليوم غادي تكون مع السيد عبد الصادق معافى، مسؤول عن التواصل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. باش نتعرفوا معك سي عبد الصادق على اشنا هو هذا الميثاق اولا، وشنا هي اسباب النزول ديال هذا الميثاق، ثم هل سيتم رفع العمل بهذا الميثاق بزوال الوباء وعودة الحياة الى مجاريها؟ اذا اولا تعرفوا على شنا هو هذا الميثاق. شكرا سيدتي الكريمه، وبدوري يعني كنشكركم على تخصيصكم هذه الحلقه لتناول هذا الموضوع. مرحبا انا كذلك دلوقتي. شكر موصول يعني للضيوف الكرام وكذلك المستمعين. طبعا يعني هذا الميثاق الخاص باستئناف العمل يعني بمؤسسه تعليم السياقه يعني بعد رفع الحجر الصحي، يعني كتدابير ديال المخاطر المتعلقه بانتشار فيروس كورونا كوفيد 19. نعم. يعني يجب كيف قلتي نوضعوا بعدا في السياق العام ديالو. صحيح. يعني على ماذا نتحدث؟ يعني هذا كيندرج في اطار واحد الخطه ديال العمل المتعلقه باستئناف يعني كافه الانشطه بالمرافق العموميه التي تشرف عليها الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه. يعني بشكل مباشر اللي هي يعني مراكز تسجيل السيارات ومراكز يعني المراقبه التقنيه للعربات، وبشكل يعني نقدر نقول غير مباشر مؤسسه تعليم السياقه. نعم. لان هاد التدابير الاحترازيه والوقائيه يعني في اطار هذه الخطه العمل يعني كتندرج في اطار اننا يعني كان هناك واحد توقف يعني فيما يخص يعني هذه الخدمات التي كانت تقدمها يعني الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه جراء واحد الظرفيه استثنائيه بعد استئناف العمل، وكان واحد النهج يعني استباقي اللي تبعناه يعني كوكاله باش نواجهوا المخاطر المحتمله لوباء فيروس كورونا. تم اعداد كيف قلت هذه الخطه ديال العمل، هي خطه عمل مندمجه. نعم. كتتعلق يعني باستئناف يعني الانشطه بكافه هذه المرافق. طبعا يعني الهدف وهو يعني كنسدي واحد الخدمه للمواطنين. وخاصنا اول شيء شنو هما التدابير الاحترازيه باش كنحافظوا على سلامه المرتفقين. نعم. سلامه الموظفين وك يعني كل العاملين يعني بهذا القطاع يعني كمرافق عموميه. طبعا كان واحد البروتوكول وقائي اللي وضعناه سواء مركزيا او جهويا، ويعني في اطار هذه المقاربه التشاركيه اللي تبنيناها مع كافه المهنيين، يعني نقد نخص بالذكر يعني في قطاع مثلا الفحص التقني، كان قطاع ديال الفحص التقني وكذلك قطاع تعليم يعني السياقه، باش نتبعوا نصرفوا يعني يعني هذا الافق المستقبليه بناء على تطور يعني الوضعيه الوبائيه ببلادنا. وهذه المقاربه الاستباقيه يعني مكنتنا يعني باش كنستعدوا بشكل قوي لهذه المرحله هذه، لان يعني الدور ديالنا هو يعني نحافظوا على الصحه والسلامه ديال المرتفقين يعني بوضع واحد البروتوكول وقائي. يعني تحدثت على الميثاق الخاص. نعم. هذا الميثاق هو ميثاق اولا والتزام وانخراط ديال كافه المهنيين بهذا. نعم. القطاع. نعم. طبعا يعني وقع عليه يعني مجموعه ديال المهنيين. نعم. يعني ليست الان يعني المناسبه باش نذكروا يعني كافه القطاعات التي وقعت على هذا الميثاق، اللي هو يعني تدبير يعني هذه المرحله يعني طبعا فيه مقتضيات عامه في الفصول اللي كتلخص بشكل اساسي شنو هو هذا البروتوكول ديال الوقايه وهذا البروتوكول الصحي اللي خاصة تكون يعني في مؤسسات تعليم السياقه باش لكل شيء كيمتثل لها، سواء على مستوى المعدات واللوازم ديال الوقايه باش كنحافظوا على الصحه والسلامه ديال المرتفقين. مقر يعني المؤسسات. نعم. شنو هما التدابير اللي خاصها تعمل يعني على سبيل الذكر هذيك فضاءات ديال الانتظار وتنظيم عمليه استقبال
والاحترام ديال المسافه ديال التباعد. نعم. يعني ماشي التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي في داخل المؤسسه. وكذلك داك ترتيب المقاعد والقاعه ديال التكوين الى اخره. وكاين كذلك يعني لا 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 يعني مجموعه ديال التدابير ذات الصله بالتطهير والتعقيم ديال المركبات يعني وكذلك المرشحون والزوار ديال داك المؤسسات باش كنخرطوا في اطار كيف قلت هذا البروتوكول الصحي الوقائي. صحيح. لان نحن كوكاله وطنيه للسلامه الطرقيه طبعا كاين الشق المتعلق باستعمال الطريق والحياه ديال المواطنين. صحيح. اثناء استعمال الطريق ولكن فيما يخص الخدمات طبعا يعني الخدمات كنحرصوا على الحياه عاليه في المستوى المطلوب ولكن الهاجس الاول والاخير هو كيف قلت الحفاظ على الصحه والسلامه ديال المرتبطين. صحيح. باش لا قدر الله ما بغيناش يتوقع يعني اصابات الى ما امتثلناش لهذا البروتوكول الصحي اللي وضعته طبعا المؤسسات المعنيه من وزاره الصحه وكذلك كافه المؤسسات المعنيه ونحن امتثلنا لهذاك البروتوكول الصحي. نعم. وكان من اللازم ان ننهج نهجا استباقيا لمواجهه هذه المخاطر. طبعا يعني كل قطاع واحد عنده الخصوصيه ديالو. صحيح. يعني مراكز تسجيل السيارات على مستوى يعني الوثائق وتسليم الوثائق للمرتفقين على مستوى اجتياز الامتحان النظري والامتحان التطبيقي للحصول على رخصه السياقه بالاضافه الى الفحص التقني. الناس اللي غادي تمشي دير الفحص التقني ديال المركبات ديالها خاصها تمتثل واحد البروتوكول. وبالاضافه الى تدبير هذه المرحله لان من بعد توقف ديال الخدمات عرفنا بان غادي يكون واحد السيل كبير ديال الناس غادي تجي تبغي تاخذ الوثائق ديالها. صحيح. وضعنا كذلك موقع الكتروني يعني خدماتي سميناه خدمات نرسا .gov.ma. هذا الموقع او هذا التطبيق المعلوماتي يمكننا او ممكن على اساس باش ياخذوا المواعيد عن بعد هو اجباري بالنسبه لمراكز تسجيل السيارات. نعم. واختياري بالنسبه لمراكز ديال الفحص التقني باش كندبروا هذه المرحله يعني لكل مركز على حده على حسب الطاقه الاستيعابيه ديالو وكل هاجس اولا الحفاظ على صحه المواطنين ولكن كذلك توفير واحد الخدمه عموميه في المستوى المطلوب. نعم. طبعا يعني هنا اشيد بالانخاط الجمعي والجماعي لكافه المهنيين لان هذه العمليه اللي عملناها مع مؤسسه تعليم السياقه كانت بتشاور بتنسيق يعني وطبعا كان واحد يعني طبعا نقاش فيما يخص شنو هما الامور الالزاميه مثلا. نعم. ارتداء الكمامه هذا النقاش هو اللي خلاه في البدايه سمعت هذا النقاش يعني هذه مساله مفروض منها. نعم. تنظيف وتعقيم المقر ديال المؤسسه بواحد الشكل منتظم هذه داخله في اطار البروتوكول الصحي وكاين الامور يعني اللي بقى زعما اختياري على حسب مثلا ذاك الجهاز اللي كيرصد الحراره. يعني بقى اختياري مثلا عندك العربه اللي كيكون فيها المرشح يعني وكذلك العون اللي كيعاونوا خاص يتحلاو بجميع الشروط ديال الصحه والسلامه. نعم. لان يعني كما كنقولوا بالفرنسي لا فيناليتي يعني المقصد او المقاصد من هذا الشيء راه هو الصحه والسلامه ديال المواطنين. واعتقد بان هذا الميثاق هو واحد الوثيقه اللي كتبرز لمدى انخراط يعني كافه يعني المهنيين بواحد التلقائيه بواحد الروح الوطنيه لان هذه مرحله استثنائيه كتعيشها بلادنا وكيعيشها العالم كامل مع واحد الوباء اللي في البدايه ما كناش عارفين درجه الخطوره ديالو الان دابا اصبحت الامور. الحمد لله راه حتى البلاد ديالنا غاديه في اطار تخفيف. دابا كاين داك المنطقه واحد منطقه جوج على حسب امتثال ديال المواطنين لهذا البروتوكول الصحي. واعتقد نحن كمؤسسه عموميه كان من الواجب عليها على اساس ان تمتثل هذا البروتوكول الصحي. عملنا في اطار هذه المقاربه التشاركيه مع كافه المهنيين ديال قطاع تعليم السياقه تم اعداد هذا الميثاق واعتقد بان ان شاء الله الرحمن الرحيم سوف يعني الانشطه غادي تعود بالتدريج يعني كمرحله ديال العوده واخا الجميع يساهم يعني بشكل ايجابي في النشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي ديال بلادنا. حديث الاربعاء حديث يشبه كل الاحاديث حديث واضح ومفهوم حديث لا يحتمل اقاويل حديث لا يتخلله ما بين السطور حديث يشخص الأحداث التي تدور من حولك حديث ينطلق منك ويعود إليك لكن برؤى مختلفة وبرواية أخرى. سنتحدث عن المجتمع عن السياسة والاقتصاد والفن
لتتضح لك شيئا فشيئا الصورة الكاملة. حديث الأربعاء مع مريم وردي كل يوم أربعاء من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساء على إذاعتكم ميدنا FM.